بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين، وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم، فكيف كان نكير. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم. لقد أتبع فرعون موسى وقوم موسى في ذلك الطريق اليابس اللي صاروا فيه، ذلك الطريق الذي تجمد الماء فيه على جانبي الطريق كجبلين عظيمين عن يسار وعن يمين الطريق، وذلك بعد أن ضرب سيدنا موسى البحر بعصاه بأمر الله تعالى الحي القيوم. قال الله تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى. ولما استوعب الطريق فرعون وجميع جنوده اللي كانوا معاه، يعني هم مشوا وصلوا كده بقى المنتصف الطريق واستوعبهم الطريق كله، أمر الله تعالى البحر أن يطبق عليهم، فذاب جبلي الثلج وأصبح يعني ذاب إلى مياه عاتية مندفعة بشدة. ما أنت لك أنك تتخيل جبلي الثلج، البحر انفرق وبعدين بقى فيه طريق، وكل فرق كل نصف مياه تجمد وبقى زي الجبل الشامخ. المية دي اللي جمدت أول ما هتبتدي تدوب هتنزل بقوة باندفاع شديد جدا، فانطبق جبلي الثلج بعنف على فرعون وجنود فرعون فغرقوا في البحر. وكان نبي الله موسى وقومه من بني إسرائيل بينظروا إلى هذه المعجزة الرهيبة، يعني كانوا شايفينها بعينيهم، وربنا سبحانه وتعالى قالها وذكر بها بني إسرائيل في القرآن الكريم، ذكرهم بنعمته اللي أنعم بها عليهم. قال تعالى: وإذ فرقنا بكم البحر، والخطاب لبني إسرائيل، فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وربنا سبحانه وتعالى يذكر ذلك ممتنا على بني إسرائيل، لأن بعد كده هيكون من بني إسرائيل جحود وليس شكر، هيكون تكذيب على طول أول ما ربنا ينجيهم. فعشان كده وأنتم تنظرون دي إقامة حجة عليكم،
انتوا على طول بعد المعجزة الرهيبة دي المفروض يبقى تصديق وإيمان، يزداد يعني يزدادوا إيمانا مع إيمانهم، مش يزدادوا جحودا بعد رؤية هذه الآيات والمعجزات الكبيرة. لكن كما قال الله تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ونرجع لمشهد غرق فرعون، راح الموج من كل مكان، الموج الصاخب الشديد من أثر اندفاعي بعد ذوبانه، يتقاذف فرعون وجنود فرعون. وفيما فرعون يغالب الموت بكل ما أوتي من قوة ويصارع الموج ويدفعه في هذه اللحظة العصيبة الشديدة، دلوقتي فرعون ذهب عنه كل غروره وأدرك حقيقته، أدرك إنه عبد مخلوق ضعيف من عباد الله تعالى. وأحس فرعون ساعتها بهزيمته وذله ووحدته، وجد نفسه أمام الحقيقة الكبرى، وهو إنه عبد من عباد الله، عبد الله الواحد الأحد الفرد الصمد القهار جل جلال الله. وكان الموت يطارد فرعون ويتربص به، لأن الموج كان بيتقاذف به، فها هي موجة تصعد به وتلك موجة أخرى تهبط به، حتى إذا أدركه الغرق وأيقن بالهلاك إنه آت لا محالة، صرخ فرعون بأعلى صوته وسط هدير الأمواج العاتية العنيفة، وقال كما جاء في القرآن الكريم: قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. لآخر دقيقة وهو مصر على الكبر والعناد، مش قول آمنت بأنه لا إله إلا الله، لا، آمنت بأنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. لكن الحقيقة أن إيمانه ده الوقت بتاعه مش صح، إيمانه ده جاي في ساعة غرقه، ودي ساعة لا ينفع ولا يجدي معها إيمان مؤمن أو إيمان من أراد أن يؤمن. لذلك قال الله تعالى: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. يعني وانت خلاص بتموت افتكرت قضية الإيمان؟ يعني تنازلت عن كبرك وغطرستك وغرورك؟ إيمان اللحظة الأخيرة ليس إيمان، إنما هو طلب استنقاذ من العذاب الحال اللي هو بقى فيه، هو بيصارع الموت. سبحان الله العظيم الذي أغرقه. والله سبحانه وتعالى لما بيدفع بالآيات الشديدة دي عشان يهلك الأقوام، لما يأمنوا ساعتها ما يبقاش ده لا يكون إيمان مقبول. الله تعالى يقول: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل انتظروا إنا منتظرون. إنه يجي عذاب إهلاك بهذه الصورة، وبعدين وهو خلاص بيموت يؤمن. أنت لم تكتسب، لم تؤمن ولم تستقم على الإيمان اللي أنت آمنت بيه، أنت جاي عايز تنقذ نفسك، بتطلب إنك تستنقذ نفسك. ودي كانت آخر مراوغة من فرعون. يعني هو على طول مشتهر بالمخادعة والمراوغة، كلها مخادعات ومراوغات للنجاة من الموت، زي ما كان قبل كده يعد موسى كل مرة بالإيمان وإنه يترك بني إسرائيل وإنه يؤمن بما جاء وبما أرسل به. كلما ربنا سلط عليهم آية من آيات العذاب والعقاب السابقة، زي آية الطوفان وآية الجراد وآية القمل وآية الضفادع وآية الدم، وكل مرة ينكث فرعون وملأه عهده اللي قطعوا مع موسى ولا يؤمنون. وها هو الآن تتقاذف فرعون الأمواج، وفيما هو يصارعها ليفر من الموت، إذا بجبريل عليه السلام يقول له كما قص علينا القرآن الكريم: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. خلاص دي القول الأخير اللي بعدها يهلك فرعون، وبالفعل هلك فرعون غرقا. والحقيقة إنه بعض من قوم موسى، البعض أو بعض من قوم من بني إسرائيل، قوم سيدنا موسى عليه السلام،
شكوا في موت فرعون، حتى ان بعضهم بقى يقول لبعض ده مش ممكن يموت، انه لا يموت. فامر الله تعالى، شوف بني اسرائيل بعد كل اللي شافوه ده تكذيب وانكار وعدم تصديق وايمان مش صادق، وده هنشوفه في الحلقه المقبله. فلما بداوا يقولوا لبعض كده ويشككوا في موت فرعون، امر الله البحر فرفع فرعون وهو ميت على مرتفع، او على رفعه على الميه، او على نجوى، يعني على مكان عالي من الارض وظاهر عليه الدرع بتاعه اللي هم يعرفوا انها من ملابس فرعون، عشان يتحققوا من هلاكه وموته ويعلموا قدرة الله تعالى عليه. ولم يخرج من جثث جنود فرعون إلا جثة فرعون نفسه، يعني جنود فرعون لم تخرج أي جثة، الجثة الوحيدة اللي خرجت هي جثة فرعون، عشان يصدق بني إسرائيل برغم أن ربنا أنقذهم، برغم أن ربنا أجرى على يد رسولهم الكثير والعديد من الآيات، عصى سيدنا موسى عليه السلام التي تحقق المعجزة الثالثة بأنه يضرب سيدنا موسى البحر فينفلق كل فرق كالطود العظيم، ويمشوا في أرض يابسة ما فيهاش قطرة ماء، وبعدين يشوفوا بعينيهم هلاك فرعون وجنود فرعون، وبعد كل ده يقولوا لا ده مش ممكن يموت، تقوم تطفو جثة فرعون وتستقر على مكان ليرى قوم موسى عليه السلام بأنه أغرقه الله، أغرق الله تعالى فرعون وجنوده وكانوا مئات الألوف. هلك فرعون وحاشية فرعون وأمراء فرعون وجنود فرعون تطاردهم اللعنة في هذه الحياة الدنيا من الله والملائكة والمؤمنين، يعني أتبعتهم هذه في الدنيا هذه اللعنة، وكذلك يوم القيامة جاءتهم وتسكون لهم اللعنة، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة، يعني طردوا من رحمة الله سبحانه وتعالى، لأن ربنا أرسل آيات كثيرة على يد رسولهم الكريم لم يصدقوا بها ولم يؤمنوا بهذه الآيات، وأصر فرعون على العناد والكفر إلى آخر لحظة إلى ساعة موته، لما تيقن من أنه الموت خلاص هيهلكه ساعتها أعلن الإيمان، لكن وقت بعد فوات الأوان. وفي يوم القيامة كذلك يأتي بلعنة أخرى، يعني في يوم القيامة كذلك كما قال الله تعالى ويوم القيامة هم من المقبوحين، وصدق الله العظيم، وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير، صدق الله العظيم.